لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على كل حال. ربنا يعوض عليك يا عم شلالي. ونعم بالله، كل شيء نصيب. كده مش هنركب مع عم شلالي لحد ما يصلح المركب بتاعته. وهنركب البتاع السريع ده؟ أنا بخاف منه. أنا يا عم شلالي صعبان علي جو. بص يا بكار، مين اللي جاي هناك؟ مش ده الراجل صاحب اللانش السريع؟ ايه اللي حصل ده؟ بس دي خسارة كبيرة. معلش يا عم شلالي، معلش، قلبي معاك. الحمد لله على كل حال. طب تعالى يا عم شلالي، انا عايز اكلمك في موضوع كده. تفتكر يا فارس الرجل ده كان معدي من هنا بالصدفة؟ يعني ايه؟ مش عارف يا بكار. انا مش مطمن. قلت ايه يا شلالي؟ هتبيع لي المركب على كده؟ مش عارف يا زناتي، سيب له وقت افكر. مش محتاج وقت، عشان انت مش محتاج مركبة. خلاص المركب بايظ وحيكلفك كتير قوي عشان تصلحه، وعشان تلاقي فلوس لازم تشتغل، والناس كلها بقت بتركب معايا. اني صعبان علي حالك وعايز اساعدك. ايه؟ وهي دي مساعدة؟ انت عايز تاخد مني المركب اللي ورثه عن ابويا؟ بس ما بقالوش لازمة. عموما فكر ورد علي. سلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا فارس؟ ما تمشي بسرعة. عمال رجلي مش شايلاني، عمالة ترتعش من ساعة ما نزلت من اللانش المرعب ده. خواف قوي. بس المهم يا بكار انك وافقت تركب اللانش السريع اخيرا. اني بس وافقت عشان عم شلالي ما ظهرش خالص ولا حيظهر تاني. اصل اللانش اكل منه السوق. بقى ذكريات. خلاص بقى ذكريات. ترارارا. تصدق فكره. فكره؟ فكره ايه؟ في حصة الرسم الأستاذ طلب مننا نرسم لوحة عن حاجة من ذكرياتنا السعيدة، واني هرسم مركب عم شلالي واحنا راكبين فيه ومبسوطين. لازم الأول أروح بسرعة أجيب ألوان وكراسة رسم جديدة. فنان قوي الواد بكار ده، كل حاجة يحولها اللوحة. يا سلام عليك يا بكار. ايه ده انت لسه رجلك بتترعش يا فارس؟ اه بس دلوقتي مش من الخوف، من الجوع. متهيألي جه الوقت ننفذ الجزء الثاني من الخطة يا جابر. طبعا كده الناس مفيش قدامهم غيرك. هتحتكر السوق وتحط السعر اللي انت عايزه، وهيبيع لك المركب غصب عنه. وحتى لو ما باعوش مش هيقدر يصلحه. اني خليته ما بقاش نافع خلاص. بقى كده. خير يا عم شلالي، ايه اللي حصل؟ المركب يا كرم، في حد الظاهر مش عايزنا اشتغل تاني، كان بوظ المركب خالص. ليه كده؟ ليه الأذى ده؟ أنا معيش فلوس أصلح المركب، عشان كده بعدت لك أخد رأيك. أنت نجار شاطر، قولي أعمل إيه؟ أنت ما تعملش حاجة، أنا اللي هعمل يا عم شلالي. هتعمل إيه؟ هصلح لك المركب
ومش هاخد منك أجرة إيدي. لا إزاي بس؟ ما ينفعش. لا ينفع، أنت طول عمرك بتساعد أهل البلد، ويوم ما تحتاج المساعدة هتلاقينا كلنا في ظهرك يا راجل يا طيب. وابقى يا سيدي وصلني توصيلة مرة ببلاش لو مصر تدفع يعني. ربنا يكرمك، ألف شكر يا كرم. يلا وريني المركب فين. ياه اهده، ده هيعوز شغل كتير، بس ما تقلقش هرجعهولك احسن من الاول ان شاء الله. اديني شهر بس. شهر؟ هقعد شهر من غير شغل؟ مش هقدر اخلصه قبل كده، محتاج شغل كتير وكمان هيعوز مصاريف. انا مش هاخد منك اجرة يدي، بس في حاجات لازم نشتريها. يا رب انت المعين. هو ده اللي حصل، نتصرف ازاي؟ لازم نخلي الراجل الشرير ده يتعاقب على اللي عمله في عم شلالي واللي عايز يعمله في اهل البلد. ولو اني حبيت اللانش ده، بس اكيد بحب عم شلالي واهل البلد اكتر، ومش حارضة حد يأذيهم. انتوا عارفين مين ممكن يساعدنا؟ مين؟ عم جردوني. احنا نحكي له اللي حصل وهو يقول لنا نعمل ايه. بص يا حضرات، الأجرة 10 جنيه. دفتره؟ يعني ايه؟ يعني دفتره؟ زي ما سمعتوا كده، ودي أجرة الراكب. أي سبت ولا قفص ولا شنطة عليها أجرة زيادة الوحدة طبعا. بس ده استغلال، اللي مش عاجبه ما يركبش ويبقى ياخدها عوم بقى. حرام يا ربي، والله حرام. اهو ده اللي عندي، والواد اللي على كتفك ده عليه اجره. واللي معهوش؟ طيب اللي ما معهوش ما يلزموش. لو انتوا فاكرين ايه كنت هفضل اوصلكم بالملاليم اللي بتدفعوها دي. بصوا بصوا، يا عم شلالي يا عم شلالي يا عم شلالي. وفي ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيعمل الخير طول عمره ربنا بيجازيه بالخير في الدنيا والآخرة. أنا مش فاهم حاجة. جردوني الله يكرمه، لما لقي المركب بتاعتي هتاخد وقت عشان تتصلح اداني مركب من مراكبه اشتغل عليها. احنا هنا بنساعد بعضينا مش بنستغل بعضينا، ولا دي حاجة ما تفهمهاش يا زناتي؟ وانت ضحكت على الناس دي كلها، ابقى خلي الطمع ينفع. منك لله يا جابر، مش كنت سلفتني من الاول؟ وانتوا هتركبوا معاه وتسيبوا اللنش السريع؟ دي كانت غلطه يا عم شلالي، كان لازم نعرف انه بيجر رجلنا عشان نبطل نركب معاك. سامحنا يا عم شلالي، ساعدنا الطمع ده انه يستغلنا ويأذيه. مسامحكوا طبعا، ده انتوا اهلي. يلا عشان ما نتأخرش. شكرا يا جردوني، وشكرا لكم يا أولاد. شكرا ليك انت يا عم شلالي، دلوقتي بس عرفت قيمة اللي انت بتعمله. طب واللنش مش هيوحشك؟ لما يوحشني هبقى العب لعبة اللنشات السريعة على التاب.